توازن الماكرو الاقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها. سيدات السادة، إن الحكومة التي أتشرف بقيادتها والمعتز بثقة ودعم جلالة الملك السامية والتوجيهات المولوية النية تعي جيدا أن مهمتها الأولى تتجلى في الذي أتشرف بقيادتها والمعتز بثقة ودعم جلالة الملك السامية وتطمح إلى السير بعزم وثبات لحفظ كرامته وتعزيز حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته. وإن أبرز المشاريع التي ستنصب الحكومة على تنفيذها في هذا الإطار ستتمثل في ورش تأمين الحماية الاجتماعية كرامته وتعزيز حقوقه الملكية السامية. في شهر يوليوز 2020 أعطى جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش انطلاقة مشروع جنية. في شهر يوليوز 2020 أعطى جلالة لفائدة كافة المغاربة وتلا ذلك خطابان ساميان في شهري غشت وأكتوبر من السنة نفسها أكد على أولوية هذا الطموح الملكي. كما أعطى جلالة الملك تعليمته إلى الحكومة للعمل على تنفيذ تدريجي لتعميم الحماية الاجتماعية بين 2021 و2022 وتطبيق التوجيهات الملكية السامية خاصة تلك الواردة في خطاب جلالة الملك يوم الجمعة الماضي بمناسبة افتتاح أشغال هذه الولاية التشريعية. تنخرط الحكومة في مواصلة ورش الحماية الاجتماعية وتعميقه باعتباره ورشا يحظى برعاية جلالة الملك. وتقوم السياسة الاجتماعية للحكومة على أربعة ركائز من شأنها ضمان تكافؤ الفرص حقيقي لجميع المواطنين والمواطنات وتتمين رأس المال البشري لبلادنا. ويشكل تعميم الحماية الاجتماعية الركيزة الأولى لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، فيما تتعلق الركيزة الثانية بإحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر الأكثر هشاشة وللحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. تقدم الحكومة على وجه الخصوص وفي إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية دخلا قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن وتعويضات للأسر المعوزة كما تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم. ومن أجل توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية عبر تحويلات مالية مباشرة بدلاً من المساعدات المتفرقة، ستسرع الحكومة بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف فعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين. وسيمكن هذا الإجراء من ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية الحالية من خلال تيسير التعرف على المحتاجين إليها. وستستكمل هذه التدابير الاجتماعية باستثمارات مهمة في القطاعات الاستراتيجية للصحة والتعليم، إذ يتطلب تعميم الحماية الاجتماعية تأهيلاً حقيقياً للنظام الصحي الوطني الذي يعتبر الركيزة الثالثة للدولة الاجتماعية للاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات في قطاع الصحة. وقد أكد جلالة الملك في خطابه السامي الأخير على أن التحدي الرئيسي هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية طبقا لأفضل المعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص، وهو الرهان التي تدركه الحكومة جيدا وستعمل بكل جد وتفان على تحقيقه. لأن تعميم الحماية الاجتماعية سيولد زيادة في الطلب على الرعاية الصحية. تولي الحكومة أهمية خاصة لرفع العديد من التحديات في المجال الصحي ابتداء من بتأهيل المستشفى العمومي. ولهذا الغاية
تلتزم الحكومة بتعزيز خدمة الصحة العمومية من خلال تنفيذ خطة طموحة تغم تلبية الحاجة الماسة على المدى القريب مع توفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي على المدى البعيد. ولتمويل الخطة الشاملة لإصلاح قطاع الصحة تلتزم الحكومة بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال الولاية الحكومية، وتشمل العناصر الأساسية لإصلاح منظومة الصحة، رفع عدد العاملين في الرعاية الصحية، مراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءتهم وتضحياتهم من أجل تغطية أفضل للتراب الوطني وتلبية حاجيات المرضى على وجه أمثل، وتعميم طب الأسر على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية وإحداث شبكات مستشفيات جهوية. فضلاً عن ذلك، فإن إحداث بطاقة صحية ذكية للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية، ومراجعة السياسة الدوائية، ومنح تحفيزات لمهني قطاع الصيد قطاع الصحة للحد من ظاهرة سوء التوزيع المجاري لمهني الصحة، وتعزيز السياسة الوقائية، كلها إجراءات من شأنها إعادة ثقة المواطنين في المستشفى العمومي. ما فيها بس نديروا ان كلان دوي للصيادة، سلموا عليهم. فضلا عن ذلك، فإن إحداث بطاقة صحية وتتجلى ركيزة رابعة للدولة الاجتماعية في إصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل. ويقوم إنجاح تحدي مدرسة ذات جودة على الاهتمام المتجدد بفاعلي المدرسة العمومية، وتعزيز الطموح التربوي للتقدم نحو تكافؤ فرص حقيقي، ويعد إتقان الأطفال المغاربة لمكتسبات المرحلتين الابتدائية والثانوية شرطا لازما كي تتمكن الجامعات من لعب دورها المتمثل في نقل المعرفة وتعميقها. ويتطلب التقدم نحو تكافؤ الفرص دعم سياسة طموحة للطفولة المبكرة وتمكين الأطفال من المعارف الضرورية وتربية الناشئة على التشبث بالقيم الثقافية المغربية بكل مقوماتها الإسلامية والتراثية والفكرية والمعرفية والاجتماعية والفنية، مع الحرص على مواكبة الجيل الصاعد من أجل تشبعه على قيم الانفتاح والتسامح بين الأديان والاهتمام بالأرث الثقافي بمختلف مكوناته. ولهذه الغاية تعتبر الحكومة رد الاعتبار لمهنة التدريس مدخلا رئيسيا لإصلاح المنظومة التعليمية والتربوية من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، وتعزيز كفاءة الأساتذة. ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم، وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة، يكون الولوج إليها على أساس انتقائي بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة. كما أن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تقتضي تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار ومواكبة هذا الأخير وتقييما منتظما للكفاءات. وفي إطار الحوار الاجتماعي الوطني تلتزم الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها بفتح حوار اجتماعي
خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور عند بداية المسار لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. هذا وستجعل الحكومة من الاستثمار في رأس المال البشري أولوية لتمكين القطاعين العام والخاص من الولوج إلى كفاءات كتلائم مع احتياجاتهم، حيث سيمكن تجويد التكوين الجامعي من تزويدها بموارد بشرية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار، وتعزيزا لجاذبية مؤسسات التعليم العالي في بلادنا. ستدشن الحكومة خطة استثمارية تهدف إلى انفتاح أكبر للجامعة على محيطها وتجديد البنيات التحتية الجامعية وخلق ثقافة مركبات جامعية حقيقية. ومن أجل انفتاح أكبر على عالم المقاولات، ستعمل الحكومة على تحفيز الاختيار الإرادي لميادين البحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني، وستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والتكوين المستمر قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات. وفي المجال الثقافي، ستعطي الحكومة الأولوية لإدماج تراثنا الثقافي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، تحقيق تنمية واسعة للإنتاج الثقافي واستثمار التعددية الثقافية في مختلف تعابيرها، وتوفير شروط تنمية تتيح لبلادنا الانخراط في عالم المعرفة والتواصل. هذا واستعمل الحكومة على العناية بالشباب في إطار برنامج شمولي. في إطار برنامج شمولي ومتكامل من خلال إحداث جواز الشباب لتسهيل الاندماج والتنقل والتمكين الثقافي لهذه الفئة، وسنعمل على إشراك الجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين من أجل تعزيز وتنويع عرض الخدمات مع مرور الوقت. أما في المجال الرياضي، واعتبارا للأدوار المتنامية للرياضة، فإن الحكومة عازمة على إعطاء الأولوية للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية على المستوى الترابي، ومنح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية، وبت دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية على الصعيد الترابي من خلال تحفيز الجامعات الرياضية وتشجيعها على ممارسة أنشطتها داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني. كما سيتم العمل بشراكة مع مختلف المتدخلين على تقوية حضور المغرب على الساحة الرياضية جهويا ودوليا، والحث على تنسيق وتكاتف الجهود من أجل تحسين إنجازات الرياضيين المغاربة على الصعيد الجهوي والدولي في مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية. سادة رؤساء، سيدات السادة الوزراء، سيدات السادة النواب والمستشارين المحترمين، شكلت الجائحة صدمة خارجية قوية للاقتصاد الوطني، فاختل الواقع اليومي للمغاربة وانهارت أنشطة العديد من المقاولات، ولم تتردد الدولة في القيام بدورها والتدخل للحد من تشدي نسيج الإنتاج الوطني، ومكن الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 والذي أحدث بتوجيهات ملكية من تمويل التدابير التي اتخذتها
اليقظة الاقتصادية والتخفيف بشكل كبير من آثار الأزمة الصحية على المقاولات والأسر. في المقابل، فإن كان صحيحاً أن هذه التدابير سمحت بالحد من آثار الصدمة، فإن الضحايا الاقتصاديين للأزمة كثيرون، خاصة في صفوف الشباب والنساء الذين يعانون أصلاً إقصاء حاد من الاقتصاد المهيكل، وبشكل أعم يظل التشغيل والحد من تفشي البطالة من القضايا الكبرى التي تشغل بال المغاربة. وتواجه الحكومة في هذه الحالة الطارئة بتنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تحكمها ثلاثة المبادئ: جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي، العمل على تعزيز السيادة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية، التعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة اللامشروعة. وغتشمل هذه السياسة خمسة ديال المحاور الرئيسية. خصنا واحد الإنعاش فوري للاقتصاد الوطني، وضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتفعيل إصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، تنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، وأخيرا سن سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء. ولتنفيذ المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي لاقتصادنا تعتمد الحكومة إجراءات محددة تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل، المصاحبة السريعة للمقاولات المهددة بالإفلاس من خلال المواكبة والتوجيه، تحفيز المبادرة الخاصة من خلال تدليل العقبات التنظيمية والإدارية، خلق رجة تنافسية من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية المبتكرة، والدفاع عن علامة صنع المغرب في أجل دعم الإنتاج الوطني، والتفاعل مع مضامين الخطاب الملكي السامي. بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية، ستعمل الحكومة أيضا على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار. حضرة السيدة والسادة، لتقديم إجابة فورية للذين يظلون دون مؤهلات وعانوا من تأثير الأزمة، تقدم الحكومة ابتداء من 2022 لمدة سنتين برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة على مستوى الجماعات الترابية، وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية دون اشتراط مؤهلات. وسيمكن هذا البرنامج من خلق لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين. كما تقدم الحكومة ابتداء من سنة 2022 برنامجا لدعم المبادرات الفردية، ويتخذ شكل مواكبة وتوجيه وتكوينات من أجل هيكلة المشروع في كل أطواره منذ تصوره الفكرة إلى تحقيقها، وبمنح قروض شرف تستهدف أنماطا من المشاريع لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والناشئة. وتحرص الحكومة كذلك على إعطاء نفس جديد لبرنامج انطلاقة وضمان استدامته. وتلتزم الحكومة بتنفيذ البرنامج الملكي من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره رافعة لتنويع وتجويد وتتميل الإنتاج الوطني. ويساهم هذا الصندوق في تمويل السياسات القطاعية الطموحة، وكذلك ركائز التحول الاقتصادي مثل تطوير الصناعة الخالية من الكربون وتسريع التحول الرقمي وإنعاش القطاع السياحي. كما يواكب صندوق محمد السادس للاستثمار كمستثمر
مال في الرأس مال مقاولة الناشئة أو الصغيرة المتوسطة. ومواكبة لهذه الإجراءات الأفقية، ستعمل الحكومة على تعزيز وتحديد القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني. فيما يتعلق بالفلاحة، ستعمل الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية من خلال مواصلة تفعيل استراتيجيات الجيل الأخضر من أجل طبقة وسطى فلاحية واسعة ومواكبة جيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب بفضل تعبئة 1,000,000 هكتار من أراضي الجموع قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي. وستحرص الحكومة على التفاعل الآن مع التوجيهات الملكية إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، ولا سيما الغذائية والصحية والتقية، والعمل على التحيل المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد. وفيما يتعلق بالصناعة، ستفعل الحكومة خطة تروم وتطوير صناعة مولدة لمناصب الشغل منزوعة الكربون وقادرة على تعزيز تنافسيتها العالمية. وفيما يتعلق بالسياحة والصناعة التقليدية، ستعمل الحكومة على تنفيذ خطة إنعاش غايتها دعم الفاعلين وتتميل المنتوج المغربي وللارتقاء بالتكوين، وذلك بالتنسيق مع فاعلي هذين القطاعين الذي تضرر كثيرا بفعل الإزمة الصحية. كما ستعمل الحكومة على تحفيز قطاعات خدماتية أخرى ومنها قطاع السكن قصد إنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سكن لائق للمواطنين والمواطنات. وستبذل الحكومة مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع. فيما يخص بالاستثمار العمومي، تمثل خطط الاستثمارات المهمة في قطاعي الصحة والتعليم خيارا استراتيجيا قويا لتتمين رأس المال البشري وبناء منظومات متكاملة ومنتجة لتعزيز سيادة بلادنا وخلق فرص الشغل والرفع من القيمة المضافة الوطنية. ويشكل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني الهدف الرئيسي للتحول الاقتصادي التي توخاه الحكومة، كما يشكل توضيح الإطار التشريعي وتجويد المناخ الأعمال، خاصة من خلال تسريع بإخراج ميثاق الاستثمار الوطني الأسس الحقيقية لضمان فعالية ونجاعة خطة التحول الاقتصادي التي ستتبناها الحكومة. وتشمل الإجراءات التي تعتزمها الحكومة إحداثها وضع قواعد واضحة ومستقرة تضمن تكافل الفرص أمام جميع الفاعلين الاقتصاديين بتجاوز الحواجز الإدارية والتنظيمية التي تعرقل النمو السليم للاقتصاد، بالإضافة إلى تكريس دور هيئة المراقبة والتقنين وتعزيز استقلاليتها من أجل تنافسية أكبر، خاصة في القطاعات الاستراتيجية للدولة. كما تلتزم الحكومة بتنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، ويتعلق الإجراء الرئيسي في هذه السياسة بتمويل برنامج تطوير العرض الوطني للحضانات وتحفيز نقل المستخدمين لفائدة النساء الناشطات أو الراغبات في ممارسة نشاط مهني. حضرة سيدة السادة، لقد أثبتت الأزمة كما أثبتت اختبار استحقاقات 8 شتنبر على أن المغاربة على استعداد لمنح ثقتهم لمنظومة إدارية تتصدى فيها الدولة المعادلة الاجتماعية،
ولبلوغ هذا الهدف ستوجه الحكومة مجهوداتها لتعزيز حكامة التدبير العمومي عبر تكريس شفافية الإدارة، اعتماد المقاربة التشاركية حتى يساهم المواطنون في تدبير شؤونهم، مع تعزيز سبل محاربة الرشوة المحسوبية والزبونية. وستعمل الحكومة كذلك على سن إجراءات ملموسة تحسن ولوج المواطنين سواسية إلى الخدمات العمومية. وفي سبيل تعزيز أطر الإجراءات الاجتماعية، تلتزم الحكومة بالرفع من الرقابة خاصة في قطاع الصحة والتعليم، من أجل تقييم صارم ومتواصل لنتائج السياسات الاجتماعية، وتحقيقاً لهدف بناء أواصر الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين. سنشتغل داخل الحكومة على 5 محاور رئيسية: تفعيل الجهوية المتقدمة واللا تمركز الإداري. ثانياً، تقريب وتحديث الجهاز الإداري مع تعزيز مراقبة جودة الخدمات الاجتماعية. ثالثاً، تقليص الفوارق الاجتماعية. رابعاً، تسريع وتيرة التحول الرقمي. وخامساً، تدبير عادل ومسؤول للموارد المائية والتسريع بالانتقال البيئي. ويعد تقليص الفوارق المجالية بين الحواضر من جهة والعالم القاري والمناطق المناطق الجبلية من جهة أخرى ورشاً ذات أهمية بالغة، حيث تعتزم الحكومة الجديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية قصد مواصلة تنسيق جهود مختلف الوزارات والمؤسسات المركزية والمجالس الترابية المتدخلة في تنمية العالم القاري من أجل تنفيذ السياسات العمومية التنموية بحكامة وفعالية وتلقائية زمنية ومجالية، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وحرصا منها على مواصلة الإصلاح العميق للقطاع العام. ستعمل الحكومة على التسريع بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات، وتفاعلا كذلك مع مضامين الخطاب الملكي السامي. بمناسبة افتتاح الولاية الشرعية، ستسعى الحكومة لضمان تناسق وتكامل وانسجام السياسات العمومية وتتبعها، كما ستفتح في أقرب الآجال ورش إصلاح المندوبية السامية للتخطيط لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسة التنمية ولمواكبة تنفيذ النموذج التنموي. هذه إذن هي الخطوط العريضة للبرنامج التي تعتزم الحكومة تطبيقه، والتي تجدون تفاصيلها في وثيقة البرنامج الحكومي تنفيذاً للتوجيهات السامية التي حددها صاحب الجلالة نصره الله، وتفعيلاً لمضامين النموذج التنموي واستجابة لتطلعات المواطنين. وأخيراً، أود أن أؤكد على عزم الحكومة إقرار علاقتها مع الجهاز التشريعي بغرفته في احترام تام لمبدأ فصل السلط على أسس الحوار والشفافية والتنسيق المفتوح والمتواصل لتجاوز مختلف العقبات والصعوبات التي قد تواجه مسار تنفيذ مضامنه، مع الحرص الدائم على إعلاء مصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين. كما أن الحكومة عازمة على وضع أسس متينة لعلاقة يسودها الاحترام والحوار والقبول بالرأي المخالف والأخذ بالنقد البناء للمعارضة البرلمانية، مع فتح المجال أمامها للاطلاع بأدوارها الدستورية من خلال تيسير ولوجها للمعطيات والملفات المتعلقة بتنفيذ السياسات العمومية، وذلك إيماناً بنا بأن الارتقاء بالممارسة الديمقراطية يقتضي تواجد أغلبية تساند الحكومة ومعارضة تتحمل كل مسؤوليتها بتفان وإخلاص. إن الأزمة تمنحنا فرصة تاريخية لإرساس أسس دولة أكثر عدلاً وقوة تحت القيادة الرشيدة
لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يحدون طموح جماعي لتكون هذه الحكومة التي تعبر عن إرادة شعبية قوية عند حسن ظن جلالة الملك والشعب المغربي. وندرك تمام الإدراك أن سبيل النجاح هو المقاربة التشاركية والتضامن والفعالية والجرأة ونكران الذات من أجل خدمة المغاربة والتسريع من وتيرة التنمية لتجاوز إكراهات المرحلة وتداعيات الجائحة. وإن إدراكنا لحجم الطموحات التي يختزنها هذا البرنامج لا يوازيه إلا ثقتنا بأن إرادة صاحب جلالة وعزيمة الحكومة وتطلع المواطنين والمواطنات ومساندة البرلمان سيجعل منه لا محالة برنامج يحدث القطيعة في مرحلة حاسمة لتحقيق التغيير المنشود. إنه برنامج الأمل للخروج من الأزمة بنجاح. إنه ميثاق شرف نعقده مع المواطنين والمواطنات، ونحن نلتزم من خلاله بتعبئة كل القوى والطاقات الحية للبلاد من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين وعلى رأسهم الهيئات النقابية وجمعيات المجتمع المدني لإنجاح ما يعد بتحقيقه. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لهذه الأمة تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لمولانا أمير المؤمنين حامي الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد رئيس الحكومة، شكرا السيد رئيس مجلس المستشارين محترم، شكرا السيدات والسادة البرلمانيين، الشكر موصول لكل السيدات والسادة الحاضرين. رفعت الجلسة.